We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. مساء الخير لكل منكم تحية صادقة شكر وامتنان لحضوركم تقدير واعتزاز بصداقتكم معا نحتفي هذا المساء بذكرى وذكرى الأولى ميلادك يا طفل المغارة يا مخلص العالم بيدر المحبة والعطاء الثانية لمن مضى على غيابه الجسدي سنوات ثلاث نكرم ذكراه على رجاء ميلاد جديد في الحياة الثانية الأبدية الأستاذ مجيد الحبيب والزوج الأب والصديق ورفيق الدرب في هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أعاهدك مجدداً الوفاء للقيم الإنسانية والوطنية الكبرى التي حملتها فكراً وجسدتها نهجاً وتركتها إرثاً للأجيال في كتاباتك وكي يبقى الصدى أود أن أذكر بإحداها في هذا الزمن الهش المشرع على المجهول من الاحتمالات رسالة للآتي من الأيام رسالة الوحدة بين الأبناء إعلاء لمداميك لبنان الوطن الصامد الشامخ في وجه الأعاصير ففي كلمة لك تسترجع فيها كومضات بهاء إسهامات لبنان الحضارية والبعض من وجوه رجالاته المضيئة تقول وطني لبنان الأبجدية لسانك الأرجوان وشاحك بعلبك صرحك والأرز مجدك وهاد لبنان مرتع آلهتك وشطآنه هل محوت لبنان؟ لبنان التاريخ لبنان قدسية الدويه وفكره حلم المعني وعد الشهابي لبنان وحي جبران علم الصباح شمم القدموسي وعنفوانه جبل الكرم الملهم وغناء فيروز لبنان إرادة بنيه وتعاضدهم وهل يزول بعد لبنان إيمان ساطع بهذه الكلمات يا من علمتنا أن ننسكن بالرؤى يا زارع الأحلام بميلاد مجيد متجدد للبنان في البال تبقى وفي حنايا القلب ولروحك ألف سلام أيها الحضور الكريم عنوان ريسيتال الليلة مبارك يوم ميلادك تحييه جوقة جامعة سيدة اللويزي في عيد ميلادها أيضاً 25 سنوات أزهرت خلالها نغماً وإبداعاً وابتكاراً ريسيتال بقيادة الأب الفيرتيوز خليل رحمي البارع الماهر على إيقاع نبضاته المرهفة نمضي ساعة من العمر شكراً لحضوركم أبونا رحمي شكراً للعازفين والمنشدين نرنم ونصلي معاً بعد الريسيتال سنطلق مبادرة ذات طابع تربوي صغيرة وضيافة العيد في صالون الكنيسة نرجو أن توافدونا جميعاً وشكراً
Receive a king.
Thank you.
هللويا يا مريم يلي نقلتي هالنعم إلينا يا أحلى بشارة حملتي صبيها علينا يا أم النور هالنور الصافي الجاي تيزور عالمنا الغافي وعينا حتى نفهم معنى هالزيارة ومثلك يا عذراء مريم نحملها بشارة هاليلويا عذراء وأم الله شارح ملتي
لأنه قد ولد لنا ولد أعطي لنا ابن فصارت الرئاسة على كتفه دعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام إلهنا الذي انتظرناه وفانا وهو يخلصنا الرب الذي انتظرناه قد أتانا فلنبتعش ونفرح بخلاصه نستقي المياه من ينابيع الخلاص أعترف للرب أدعو باسمه أخبر للشعوب بأعماله أشيد له فقد أتى عظائم رنموا يا سماء السماوات رنمي تسعة أشهر حملت مريم بحامل الأكوان ولم تحس منه بثقال لأنه إله وإنسان هليل هليل هليل
فجأة ناطر موعود بالله. يالها الوعد يالا انزل وغير هالدنيا كلها. سبحي ملك السلام قد أعطانا بالسرور طفل يوم فينا. حقا قد تجسم للفدا ملك الدهور قلبنا فيك ترنم مذ بك فاض السرور. Thank you.
de notre foi que la lumière ardente nous guide nous au berceau de l'enfant. Comme autrefois une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi dans une humble crèche puissant du jour, fier de votre grandeur, à votre gré, c'est là qu'un Dieu prêche, courbez vos voix devant bring us a thing, 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 bring us a thing,
مساء الخير عن جديد. باسمي وباسم العائلة نتشكر وجودكم معنا بالذكرى السنوية لرحيل الوالد، وبعدكم أنه ما رح طول عليكم بقى كتير، بس حبينا الليلة نطلب مبادرة تجاه طلاب فترة المتفوقين. هالمبادرة هي استكمال لمسيرة الوالد وإيمانه بتشجيع الشابات والشبان للدراسة والعلم والمعرفة، كونهم جواز السفر للنجاح والتميز بالحياة الاجتماعية والعملية. من هون حبينا نكرم الطلاب يلي تفوقوا بامتحانات الشهادة الرسمية السنوية والمتوسطة، ورح نقدم لهالطلاب درع تقديري ومساهمة مالية صغيرة. هيدا التكريم رح يكون حدث سنوي ملحق بالريسيتال للطلاب الثلاثة الأول بالشهادة الرسمية السنوية، وللطالب أو الطالبة الأولى بالشهادة المتوسطة، طبعاً من بلدتنا العزيزة فتري، على ألا يقل المعدل العلامات عن 15-20. وعليه بطلب من أبونا بطرس يتفضل بليز، وأخت دانيا كمان. دانيا يمكن بنتها شوي عذبتها. حاتم بليز تفضل معنا. المرتبة الأولى لهالسنة بالبروفي للعام الدراسي 2017-2018 هي الآنسة ليا أندري داو. بليز ليا. ننتقل للشهادة السنوية الرسمية السنوية المرتبة الثالثة، الآنسة ميليسا بول سعيد. المرتبة الثانية كمان بالترمينال، سيمون نديم الدكاش. تفضل أبونا جوزيف كمان بيز. ومصادفة هالسنة المركز الأول هو لكريم غسان حاتم. بليز كريم تفضل. ما في انفلوب لكريم، نزولا عند رغبة والده غسان انه نحن بالنهاية ما عم نكرم حالنا، بس مصادفة طلع كريم هالسنة الأول. ونحن برجع بكرر أنه هيدي المبادرة هي لتشجيع الطلاب وكرمال كمان تكريمهم، لأنه الهدف الأول والوحيد هو العلم ثم العلم والعلم، كان لبي الراحل مجيد حاتم، وهلأ نحن أملاً أنه نكمل هيدي المسيرة. ميرسي كتير وكل سنة وأنتم بخير.
الختام كلمة متواضعة. بهالعيد المبارك يلي فيه الإله صار إنسان حتى الإنسان يصير إله، مثل ما بقول القديس أمبروسيوس، تأنس الإله ليؤله الإنسان. ومنجدد دايما ومنقول بالقديس وحتى يا رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك. هيدي عظمة الخالق وهيدي عظمة هاللامسية الميلادية الرائعة، يلي منوجه تحية خاصة بالبداية لروح الأستاذ مجيد حاتم يلي هو ولد بالسماء. ولد بالسماء مع كل يلي غادرونا. وبدي أشكر هون بنوع خاص عائلته دكتور تريز وكل فرد من أفراد العائلة لهالمبادرة السنوية يلي عم بيقدوها على صعيد الرعية وعلى صعيد كل الأصدقاء والأحبة من كل الجوار والرعاية يلي شاركونا الليلة. نحن منشكر كل يلي شاركونا الليلة بهالأمسية، ولابد من كلمة شكر بالبداية للرب يلي هو خلينا نفرح الليلة ونلتقي سوا. نحن بفضله الليلة مجموعين، ودايما بفضله هو عطانا الحياة ولدنا من جديد ولادة إلهية. بدي أشكر أكيد الأباء الأفاضل اللي حاضرين معنا والراهبات وسعادة النواب، هيدي اليوم نحن بنشكركم على حضوركم معنا. زياد وشوقي نحن بالكنيسة إخوة كلنا سوا بالرب يسوع يلي جمعنا. كمان بدي أشكر كل الفعاليات الرسمية بالرعية وخارج الرعية، رئيس البلدية والمختار وكل الحاضرين معنا والمنظمات الرسولية. بدي أشكر الشكر الكبير لليلة لجوقة الويزة يلي رنمت ويلي صلت مرتين، ويلي بقيادة الأب خليل رحمة يلي بالفعل هيدا تمجيد للرب وشكر للرب. واللي بيسمع ترانيم سامية ما في إلا ما يقول الخلود دائم ليسوع لإلنا كلنا سوا وللبنان أرض القداسة أرض القديسين، وبيبقى أرض القديسين. وإن شاء الله نحن كل واحد منا يتطلع دائما للنور يلي بيطلع من المغارة. يسوع المسيح هو قالنا أنا نور العالم، وهو قالنا أنتم أيضا نور العالم. وإن شاء الله نكون نحن نور عم نشع بهالعالم يلي موجودين فيه بالرغم من كل المآسي والحروب والنزاعات يلي موجودة بهالعالم. هيدا رجائنا الكبير يسوع المسيح يلي هو طفل المغارة. كلنا مدعوين هلقني حتى نتوجه على صالون الرعية بضيافة متواضعة مثل يسوع المسيح المتواضع. أهلا وسهلا فيكم جميعاً.